ارتفعت حصيلة شهداء مدينة معرة النعمان لأكثر من 28 شهيداً وأكثر من 90 مصاباً نتيجة استهداف طيران التابع لقوات الاحتلال الروسي مدينة معرة النعمان بصواريخ شديدة الانفجار. 4 غارات جوية كانت كفيلة باستهداف أو بدمار الحارة بأكملها. بإمكانكم مشاهدة حتى هذه اللحظة هناك عائلة مؤلفة من 19 مدنياً هم عالقون تحت الأنقاض، هناك أطفال، هناك نساء، هناك أشلاء. حتى اللحظة لا نستطيع تحديد الحصيلة بشكل نهائي نظراً لكثرة المصابين وكثرة المناطق المستهدفة. أبنية بأكملها قد سقطت على رؤوس قاطنيها في مدينة معرة النعمان. نلاحظ هنا مكان مستهدف واحد، فرق الدفاع المدني تتناوب كل ساعتين من أجل استمرارية العمل على انتشال الشهداء والمصابين. وزارة الدفاع الروسية نفت استهدافها لسوق معرة النعمان، ولكن بحسب المراصد كان هناك طائرة واحدة لقوات الاحتلال الروسي في تلك الأثناء، وأعلنوا عن إقلاعها من مطار حميميم وتوجهت باتجاه السوق الرئيسي في معرة النعمان واستهدفت وسط المدينة بشكل مباشر. منذ دقائق ولحظات استخرجت فرق الدفاع المدني طفلين على قيد الحياة وطفل قد فقد الحياة، وما زال هناك عشرات المصابين والعالقين تحت الأنقاض. جميل حسن، أورينت نيوز، من مدينة معرة النعمان، ريفو أدلب.